استغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحق الواجب علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء Ya Allah.
من بالسخاء والوفاء تخلى السلام عليك زينب.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وقوى عليها علمه وبسط لكم من فائد المنة ما جرت به في أقدامه القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة بعد قد إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل وعلا المنن تقرم به المنان. وما عظم هذا الفضل الذي برج من حضرة الإحسان. سورة كاملة لعرض بها هيكل المحمود. فادعكرت بوجودها أكمل الوجود وترزت كل العوالم بجرائد. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. حيث أخرج من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بأذن الثقل وتنتشر أسراره في الأقوال. فما من حسن اتصل به قلب منيب إلا من صوابر فضل الله على هذا الحبيب. يا لقد من سرور قد توالى بحبيب عم لنا من والى. جل من شرف الجهود بنور النظر كون بهجة وجمالا وانترق في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى. لاحظه العيون بما دلله بشرا كاملا يجيح الضلال. وهو من فوق علم ما قد عبه رفعة من شؤمه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر بدع قوله ما عليه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما
الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت وهذه البشارة وتلقاها من قلب سليم فقد هدي إلى والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه إلى خلقه من فضله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الإنسان وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا مستبصرين صراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وازكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بعهد العبودية وبرج فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه الله صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه تعلقي به وحبه ويطلب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحوة المدد من كربه وتبيعون إلى الأشرف العصمي في حبه وحبه ما أدرك ولا من الشيطان النصير صلى يا نبي
وبارك علي وعلى آلي اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي. أما بعد، فلما تعلم قد إرادة الله في العلم القديم بدور أصل تنصيص للبشر الكريم بتكريم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بينة التصوير بالعالم المتك الكبير عندما للمشهود بالعين حاول وسب الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله تشرف بموت استقراري ومولي خروجي وقد قلت الأقل الزنية بما قدمت وأتارت من سرها هذا النور ما أظهرت وخصصت في من خصصت فكان مستقره بالأصواب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى بلس في عالم الشهادة بشر الله تعلقت إمة الراكم لهذه الحروب بأن يرقم فيها جرك الطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت العصر لا تبيب يسمع سرع الصواب ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بها شور خير الأناب ولكن الزني إلى تدوين ما حفظوا من سر أشراف المخلوقين وما أكرمه الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعيد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويظهر حال بروي أفرغ الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما أركت فيه الأنامر مما استفاد البعض من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي يسن الشمائل وهنا سنا أن نثبت ما بلغ إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في أدائك الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الآدي مشهورا أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق بلز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما قال وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله وصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل مشيئة قال يا جابر إن
الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصل وبطون من شعبة من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم. وبارك عليه وعلى آله ومن زعلك يزيد الوقت الممنون والجورة المنصونة والقول كله يمسي في سروره وابتهال بقرب زور اشتراك هذا السراد والعيون متصوفة إلى بروجه متصوفة إلى التقاء وبروزه من عالم الحبا إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فجعله في الوجود بهجة التقريب وبسط في عالم الكبير مائدة التسليم والتعظيم ببروزها وأمدار وجود العالمين
للوجود تسيب والسنة الملائكة بتبشير العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت فينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم قال عبد الله
صلى الله على محمد.
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام بما طريق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقات وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بره بل لا يغير ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللمز المهضوي على المعنى الجز إذا دعاه المسكين عجابه إجابة وهو الأبو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأغياء من البرية ومن نشر قيمه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمرافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عناده وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله في هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي وبركاته وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم فعلي أبلغ الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الهادي الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Thank you.
آمنا بك
وتوجه إليك مستشفعين أن تقابل المذنبين منا بالغفران أن تقابل المذنبين منا بالغفران أن تقابل المذنبين منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواثره وواله والله ببركته وشرف وجهته وأولادنا ووالدنا وأهل مصرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القوم في جميع الأمطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بها معمولة معنى والصورة واجب الله وقربة المغلوبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المرتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييدهم من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن العظيم من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وشكري في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة